وصباح الخير وصباح السعادة عليكم وصباح الثلج، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم راح أخذكم وياي بجولة تسوق سريعة أنا ولولو بهذا الجو الحلو الربيعي، خلي لكم المزاج والنشاط، فقلت أخذكم وياي بسرعة نجيب كم شغلة ونرجع، لأن اليوم حابة أرتب وأغير تغييرات بسيطة كلش بالحمام وأكيد راح تستفادون من عدها. واحد من العكولي أبي أوقع هذا كله علي. جينا على قسم المنظفات، هنا معطرات الجو وهيجي، هذا كلش أحبه ودائما أستخدمه، فرح ناخذ من عنده واحد. خذ من هنا المنظفات مالت المطبخ والشبابيك محتاجين، هذا دائما ناخذ منه. أي هذا واحد، ونحتاج معطر مالت الارض ناخذ منين، هو هذا خاص بالثلاجة. هذا بما انه احنا داخلين على ربيع وعلى صيف، راح ناخذ هذا الكريم من قارني يجنن. مره كان عندنا من هذا بس بلون، وحكيت ويا ماما عليه راح اشتري جديد لان هذاك خلص وكان اصغر صغير. مشطين بيه الحواجب، يعني هو ما يتمشط بيه، وهذا راح ناخذ جذ يصير للحواجب وللعشس. بخصوص الوقت، انه بتقول شلون محافظة على الوقت، البيت نظيف، الاولاد، الشغل، الكذا، فدائما انتو خصصوا وقت. مثلا اليوم انه انا ارتب غرفة الملابس، ما تسوون اكثر من هذا الشيء، رتبوا الغرفة ترتيب حلو وتبقى هي اصلا نظيفة اسبوع كامل. مثلا اليوم اتخصص بس بالحمامات، اليوم انه انا اقول راح اسوي تعزيل وتصفية ملابس، اليوم اتفرغ مثلا للبراد، افرغ الاشياء اللي ما احتاجهن بالفريزر، او مثلا ارتب المطبخ، ارتب الدواليب، فهيجي انتو راح تستفادون هواية من الوقت. بالنسبة لي انا اخصص دائما نهاية الاسبوع اللي هو يوم احد، يصادف عندنا كل شيء معزل اصلا نهاية اسبوع، فهذا اليوم دائما ارتب البيت ترتيب من فوق لجوا تنظيف كامل، بس بقى الاشياء الثانوية هاي اسويها من خلال الاسبوع نفسه. شايفين من تروحون في يوم من الايام الماركت وانتو تدورون على فد لون معين ببالكم، تقولون انه انا هذا اللون اريد اجيبه حتى يتناسب ويا الديكور اللي بالبيت، فتتفاجئون بانه الشيء اللي تدورون عليه مو موجود، تضطرون انه تشترون الاشياء اللي ببالكم الحابيها وبنفس الوقت تشتغلون عليها بالبيت، تغيرون اللون اللي انتو حابي. مثل القطعة اللي انا اشتريتها هاي خاصة بالديكور، خليتها لون ذهبي لانه لون الخشب مالتها ابيض ومو هالقد يعني عجب. فتجيبوها بكل بساطة، طلعوا علبة اللون اللي انتو حابي، اذا كان اسود، ذهبي، فضي، ابيض، اللي تريدون، تحطون الفرشة مالتكم الحلوة الصغيرة المشكنمة وتصبغون، فهنا راح تسهل عليكم هواي شغلات. ومو بس الأشياء الخاصة بالديكور، مثلا عندكم باترينا كاملة بمعرض التلفزيون تقدرون تغيروها بالأصباغ الخاصة بالخشب أو حسب الشيء اللي عندكم إياه، إذا كان باترينا مال معرض ملابس، جنط، أو أي شيء أنتوا عندكم فتشي حاطين بالكم ولون
بكل بساطة اشتروا علبة خاصة للأصباغ هاي سوالف الأثاث وغيروا. استخدم التونر دائما، فأضوج استخدم العلبة أطلعها وشي، ونبات حتى أخليها الصراحة بالحمام هيجي مشمورة، فما عجبني قلت أجيب من الدي أم. هذني العلب، واحدة خاصة بالمنظف مال الإيد والثانية بالتونر، لأنه دائما بعد ما أغسل وجهي بالجل الخاص بالوجه قبل أسوي وجهي بالتونر، فقلت هيجي أحسن شغلة أخليه قدامي. واليوم مثل ما قلت لكم حملة تنظيف على الحمام، فقط الحمام هذا فقط، يعني ما مسوي تنظيف لكل البيت، فخصصته بس لهذا وبعدين حتى أكون مرتاحة، لأن تعرفون واحد بالنهار برمضان مو كل شهوة أحب أشتغل، حتى ما يجيني ذاك الطاقة يعني. فغيرت الحمام ورتبت كل شيء بتفاصيله. هاي خليت بيها الشمعة وخليت بيها هاي الأحجار اللي مرة شوفت لكم إياها سويت بيه اللوحة، فبقى عندي من عنده قلت استخدمه للديكوراتسيون وهالسوالف. فهنا قلت بما أنه هو بانيو ويما خاوليات، فأحسن شيء أنه إحنا نستغل هاي العلبة أحسن ما نخليها بلا فائدة بس للشمعة، فراح نشيلها نشوف إيش راح أسوي. عندي هنا هذا، عندي هذا اللي هو ملح خاص للبانيون، اوكي، فراح نخلي الملح يم البانيون هيك يكون افضل، زائد المعطر هذا، وعندي هذا هم خاص بالبانيون، فراح اشيل هذا الموضوع كله اغير رايي زين، وراح نخلي الاملاح. بقى عندي كيس هنا هذا.
طبعا بالمناسبة هواي بنات تسألوني بخصوص رودينا انه دا تصوم او لا. ما اخفي عليكم رودينا دا تصوم فقط نهاية الاسبوع. الايام اللي تروح بيها للمدرسة الصراحة مرتين جربت، تجي من المدرسة وجهها اصفر ومخطوف لونها وكلش تعبانة بشكل بحيث حتى نوبات ترجف يقوم جسمها يرجف، فهذا الشيء مو زين. يعني هي لسه خلينا نقول لازم تتعود، فحاليا دا تصوم يومين بالاسبوع، يوم سبت ويوم احد كامل دا تصومه كامل، بس بقية الأيام لا، دا تروح للمدرسة ودا ترجع، فتحتاج يعني هم تعرفون امتحانات وهيجي. فمن تكبر تصير شوية بعد على سنة اللخ تقوم تصوم أيام كلها يعني الخاصة بالأسبوع كاملة، بس مبدئيا لأنه هاي أول رمضان إلها دا تصوم. صراحة اللي فات كانت تحاول نص نهار وبعدين تفطر. من ساعتي فوق بقينا دنباع ثلاثة محاور حلو طقينا ضحك. كان شنو علي يبدي ويانا يضحك، ما يعرف شنو القصة بس هو المهم يضحك ويانا. شاب الخاشوقة ما تفيد هدي. لا يحط عليها الخاشوقة باي. يطلع صوت. شكيت شنو انت؟ يقول لك السحور يحرق الدهن كله. يا دهن. دهون. لازم تستحرون. ايش تبغى؟ الوقت. بس وصلتوا. هالو شو بدي ارقص؟ قاعد هنا هسه صار ويانا قاعد على الفطور. داي سحر هو داي سحر على الفطور. داي سحر يلا سحر علي. هاي 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 ما هو شنو هاي 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 مبيعاتهم على الانستغرام على الجوجل او حتى على الامازون، فكل اللينكات راح اغلي لكم اياها اني بصندوق الوصف زائد تعليق مثبت. واحبكم هوايه وباي باي.